لا ماجي خزان، بالاسلام المراه ملك للرجل، بيستمتع فيها وقت اللي بده، اذا رفضت تتمتع بتقعد بتلعن الملائكه حتى الصباح. بالمسيحيه ما في شيء من هذا الحكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وغفر لنا وإياكم وهدنا وهدكم يا رب العالمين. معكم محمد نصيف المحاور، باحث في الكتاب المقدس للرد على أعداء الإسلام المتطاولين عليه مما يعتقدهم تأديبا وتهذيبا وإصلاحة وتربية من معتقدهم ومن كتابهم. معنا اليوم ماجي خزام، هترد على زكريا بطرس، هترد على ساها، هترد على كل المتطاولين على الإسلام. نسمع الأول رشيد بيقول إيه على الإسلام ونرد عليه. آدي رشيد بيقول موضوع الجنس في الإسلام، بالأخص دائرة التحرش، موضوع الجنس في الإسلام، ذات عن موضوع الجنس في الإسلام، بالأخص دائرة التحرش اللي حصلت في بلدان أوروبية من طرف عرب مسلمين. كنت بيقول لك ان ظاهرة التحرش ثم نسبها للإسلام ما تحصل ربش، حتى ايه علاقة ده بالإسلام؟ لا يا مؤمن، التقيل جاي ورا، التقيل جاي ورا. تعال نسمع زكريا ان شاء الله النهاردة، هخلي لكم ماجي خرام تفضح وتطحن هذا الإله الوثني الجنس الشهواني الذي يعبده رشيد. فرشيد يعبد إله ظاهر للتحرش باعترافهم هم. نسمع الأول بس زكريا بطرس وبعد كده نكمل. خارقة معجزة، اوعوا تحكموه يا جماعة. طب أنا أقول لكم على حاجة، ورسالتي للمجرمين. أيوة. المسلمين بتوع النسوان، يعني الله، أنتوا اللي مجرمين والنسوين، هم انتوا مش بتوع نسوان، انتوا مركوبين، لان الرب امركم بالاختصاء اصلا، فانتوا اللي مجرمين وبتوع الحروب الصليبيه واوسخ بشريه، يا عار على البشريه، مجرمين. اما بتوع النسوان، لا مش انتوا بتوع النسوان، الرب بتاع كل جنسي وشهواني. كل كلمه انا بقولها في الفيديو ده لازم ادلل عليها بدليل، لازم ادلل على كلامي بدليل. الاخوه الله يرضى عليكم في البث في الفيسبوك جميعا، معانا ده الحلقه ال 569 على البث المباشر في الفيسبوك. يا ريت الاخوه الله يرضى عليكم يعملوا مشاركه البث في المجموعات عشان نبدا باذن الله. احنا لسه كل ده مقدمه، لسه هنبدا التيل جاي ورا، لسه معانا اكتر من 30 مقطع فيديو في بلاوي وفضايح هذا المعتقد الذي يعتقدون به، ثم يهاجمون الإسلام، عبيد الشيطان المهان المقبور المسحول المحتقر المذل، بيهاجموا الإسلام اللي احنا المسلمين. تج راسك يا زكريا، بل إن نعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن نعل أي مسلم أطهر من إلهك. أي والله العظيم، لأن نعل المسلم مش نجس، بينما قالها زكريا بطرس ملعون ونجس. قول يا زيكو قول. ورسالتي للمجرمين المسلمين بتوع النسوان، يعني احنا الحمد لله احنا بتوع النسوان لان احنا رجاله، لكن انتم مخصيين يعني معرضين. يوم ما يقدموك للمحاكمه بتهمه الزنا. لا، انتوا الزواني، الزواني يسبقون الى ملكوت السماوات، انتوا بتوع الزنا اسبقوا للملكوت براحتكم بقى. ابعت لي بتهمة الزنا، ابعت لي بس. ايوه. قلت لهم لا، ده انا ماشي على سنة الله ورسوله. سنة الله اللي هو مين؟ يسوع؟ سنة يسوع تقصد، اللي بيقول الزواني يسبقون إلى ملكوت السماء، ولا تقصد الرب بتاعك اللي قال لنبيه اذهب وخذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا وعرض عليه؟ قول قول، لسه 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 لسه. ده انتم المجرمين، ده انا كده مش حسب الشريعة. أيوة. حسب شريعة يسوع في الزواني يسبقون الى ملكوت السماوات. بس مالكش دخل، هتكسب القضية، تكسب القضية ان شاء الله. أيوة. والله اكبر، والصلاة على رسول الجنس والنجاسة محمد. لا والله، محمد ليس برسول جنس ولا نجاسة، بل إن ربك هو إله الجنس والشذوذ والنجاسة، بل إنهم، أنا لا أستبعد يكونوا اغتصبوه. سمعتوا بيقول على رسولكم إيه يا مسلمين؟ سمعتوا هذا ابن الزنا زكريا بطرس
بيقول على رسولكم ايه؟ علشان لما نرد عليهم ونفعصهم ونمسح بكرامه الههم الشاذ من كتابهم. النهارده هجيب لكم ان الرب بتاعهم خلي ماجي بقى هي اللي تقصفهم. انا هخلي ماجي هي اللي تقصف مين؟ هتقصف زكريا وتقصف انها هتذكر ان ربها هو الشاذ الجنسي الوثني المحرض على التحرش باعترافها هي يا مؤمن، مش بكلامي انا، باعترافها هي يا مؤمن. تعال بينا نشوف ابوهم بشوي العبد الفقير لله. قاعد اقول لكم يا جماعه استعملوا الامر ده. ليه استعملوا الامر؟ واستعملوا طريقتي في الرد عليهم ايجاعا وايلاما ومسحا بمعتقد هذا الاله الوثني، هذا الاله الشاذ الجنسي الذي يعبدون الارض. وارموا في سلة الزبالة. بشوي ام قايل ايه؟ اكبر علماء المسيحية ام قايل رد على الهجوم الاسلامي. كريا بطرس هيعمل ايه؟ هيهيج علينا المسلمين. اسمعوا بيقول ايه؟ وانا اقول لك ايه؟ احنا سنرد على الهجوم الاسلامي، تقدر الهجوم الاسلامي ده هتهيج علينا المسلمين في العالم الاسلامي والعربي. سمعتم ماذا قال؟ هيهيج علينا الايه؟ تاني على الهجوم الاسلامي، تقدر الهجوم الاسلامي ده هتهيج علينا المسلمين في العالم الاسلامي والعربي. ده فيديو لابوهم بشوي على اليوتيوب باسمه سؤال عن ابوهم زكريا بطرس نافة الانبا بشوي، والموقع مسيحي اسمه موقع رابطة حماة الكنيسة القبطية الارثوذكسية. سمعتوا ابوهم بشوي بيقول ايه؟ هتهيج علينا المسلمين في العالم. ايوه، ان بشوي يتنبأ عن محمد نصيف حفظه الرب ورعاه ومن الشر وقاه وداعس على إله زكريا بزرط وسهار وعد ودار وسحق رب زكريا بزرط المقتول المهان المسحول الشاذ الجنسي الشهواني بتاع النسوان باعتراف ماجي خزان في اللي جاي اللي جاي. يلا احنا طولنا في المقدمة، خش في خش في الشغل بقى العميق. ماجي مجموجة، قولي بقى للناس وعرفي المسلمين الرب بتاعك مع عروسته بيعمل ايه. هم بيقولوا لها ارجعي ارجعي يا شلمايس، شلمايس او بالعربي شلميس او شلمايت، ارجعي ارجعي فننظر اليك. مين دي؟ دي عروسة الرب بتاع خطيبة ربهم شلمايت دي. هون بلشت هالنفس شلمايت اللي هي عروس المسيح. اها، عروس الايه؟ عروس الايه؟ ماجي خرام بتقول لزكريا بطرس الشاذ، بتقول له الهنا الاله بتاعهم هو اللي شاذ وهو اللي جنسي وهو رسول، مش رسول، هو اله النجاسة مش القداسة. اله زكريا بطرس إله النجاسة والجنس والقذارة. إله رشيد العبيط اللي بيتهم الإسلام هو إله التحرش، بل إنه تحرش به اغتصب الشيطان. إله رشيد، مش إله رشيد مغتصب من الشيطان. انت ما تعرفوش إن إله رشيد خدوا الشيطان ورا مصنع الكراسي. للعلم أنا ما عنديش مشكلة مع اي مسيحي يعبد من ان شاء الله لو هيعبد شعر رجله. انا مالي، انا مالي، انا كلامي اصلا مش للمسيحيين. مسيحي ما مسحش مش موضوعي. انا برد على كل كلب متطاول على الاسلام من عقيدته لافضح له الهه الشاذ الجنسي النجس الذي يعبد. طول ما انت ما بتتطاولش على الاسلام، ما بتشتمش في الاسلام، ما بتغلطش في المسلمين ولا في اله المسلمين، انا مش دعوه بك خالص خالص خالص. تغلط في الاسلام اسحق الهك يا زكريا بطرس ودوس عليه. تغلط في الاسلام يا رشيد امسح بكرامه الهك النجس الشاذ المتحرش به بلاط الفيسبوك وارميه في سله الزباله. تغلطي في الاسلام يا ماجي خرام امسح بمعتقدك وبالهك النجس بإلهك الشاذ الجنس اللي بيدور على النسوان وحيحان وهيجان الفيسبوك أمام المسلمين وخليهم يضحكوا على هذا الإله.
قولي كده يا ماجي. هي العروس الكاملة بقى، فهي عم يقولوا لها ارجعي لأنه بلشت تنفصل عنهم. بتقولي ايه؟ عروس مين؟ النفس شو اللي ميت اللي هي عروس المسيح. المسيح ده مين يا جماعة الخير؟ المسيح ربهم. المسيح ربهم، عروسة المسيح يعني عروسة ربهم. ربكم بيتجوز يا بت، متحرش في كتابكم يا بت. رشيد ماجي بتقول لك ان المتحرش هو الهكم يا رشيد. زكريا بطرس ماجي خران بتقول لك ان اله النجاسة والجنس والقذارة هو ربكم يا زكريا بزرط. قول يا مجموجة. هي العروس الكاملة بقى، فهي عم يقولوا لها ارجعي لانه بلشت تنفصل عنهم، بلشت ما بدها حياة الأرض كلها باللي فيها، بدأت بدها تنفصل شوي شوي، هنا متمسكين فيها رجعوا. نعم. فهون العريس بالإصحاح السابع العريس اللي هو ربهم، ها العريس ربهم ماله بالمرحلة السابعة. خلنا ننتقل سوا لنشوف عنوانها شو اللميث أو شو اللميث، أو هي إعطاء النفس المجد الكامل والالتصاق بالرب الإله. إيه 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 الالتصاق بمين؟ بالرب الإله. إيه؟ التزقت بربكم يعني عروسته ومشيناها، وطلع شاذ ومشيناها، وطلع بتاع نسوان ومشيناها، طلع كما قال رشيد متحرش جنسي ومشيناها، وطلع كما قال زكريا بطرس إلهك جنس، إله النجاسة وإله الجنس الرب بتاعكم ومشيناها، طلع كمان قاعد عمال يلتصق عمال يتلزق، طلع ملزقاتي. اخص على هذا إله، اخص اخص على هذا إله. ايه بقى وبتاع ايه؟ قولي قولي يا طارق. اعطاء النفس المجد الكامل والالتصاق بالرب الإله. اقعدي بقى الزقوا انتوا في ربكم، عارفين انتوا لو كانوا خلوهم في دينهم وفي معتقدهم انا مالي. فبيقولوا اعطاء النفس المجد الكامل والالتصاق بالرب الإله. الله لو كانوا خلوهم في معتقدهم وما غلطوش في الإسلام أنا مالي يا عم ما يلزقوا فيه ولا حتى يغتصبوه. والله العظيم لو كانوا قالوا في الكتاب كده إن هم بيغتصبوا الرب بتاعهم وأنا مالي، ولا كان ربهم بيغتصبهم وأنا مالي، أنا ما كانش ليه دعوة بيهم. لكنهم إذ أنهم يتطاولوا على الإسلام يعرفوا إن هيطلع مسلمين أقوياء يسحقوا يفضحوا هذا المعتقد الجنسي المحرض على الزنا والدعارة. قول. فبيقولوا العريس ماذا ترون في شلميث؟ مون بيقول الرب ما أجمل هاي مرحلة الكمال على الأرض هون. أيوة. فينا نقول نحن للنفس هي آخر أيامها على الأرض. النفس اللي هي مرات مين؟ عروسة ربهم. لا ركز بقى في اللي جاي، ربهم هيقول لعروسته إيه في كتاب مدعو مقدس. بغض النظر إيش بيقول، ما أجمل رجليك بن علينا يا بنت الكريم. إيه إيه يا طهرة إيه إيه؟ الرب بيقول لعروسته في كتاب المفروض كلام من الله، بيقول لها ما أجمل رجليك بن علينا يا بنت الكريم. هو شبه هو لا مؤاخذة جزمجي، هو لا جزمجي. بص أنا إله ماجي خرام طلع جزمجي. إن إله زكريا بزرط غير أنه شاذ كما قال زكريا بطرس، غير إن ربه شاذ وجنسي ونجاسة، وغير ما قال أبوهم رشيد إن رب زكريا بطرس ورشيد محرض على التحرش طلع جزمجي. يطلع واحد يقول لي لا معلش أنت استدللت منين يا محمد يا نصيف إنه جزمجي؟ خليك معايا. دلوقتي مش كل واحد بيدور على الشيء اللي هو مهتم بيه او صنعته. يعني انت مثلا نجار، نجار لما بتخش اي شقه عينك بتقع على ايه اول ما بتقع؟ مش بتقع على الخشب بتاع الشقه والانتري، صح ولا انا غلطان؟ طيب انا هضرب لك مثال تاني. انت راجل مثلا كهربائي اول ما بتخش شقه اي واحد صاحبك بتبص على ايه؟ بتقوم باصص على الكهرباء، بتبص على الفيش، بتبص على الاباجوره، بتبص على اللنط، صح ولا انا غلط؟ لان ده شغلك، ده شغلك، شغلك. انت ترزي بدل. اقول لكم على والله العظيم لو في واحد دلوقتي وانا بتكلم بصدق والله، لو في واحد مسامعني الان بيشاهد البث ده ترزي بدل، اول ما عينه هتبص مش هيبص على كلامي ولا على شعري،
اللي عارف على بص على شعري لو واحد حلاق اول ما يخش البث ده هيقوم باصص على شعري، طب لو واحد دلوقتي بتاع بدل اول ما يخش هيقوم باصص على البدله، عايز يعرف تفصيلتها ايه، عايز يعرف القماش ايه، عايز يستنبط. عايز اقول يا محمد يا نصر لما يقول لها ما اجمل رجلكي بالنعليه، مركز على النعل اللي لابساه عروسته، يبقى ايه؟ يبقى جزماجي. انت اشتغلي ايه؟ اشتغلي جزماجي. طبعا انا ما بسقش للجزماجيه، فكل شغله شريفه فوق رؤوسنا، بس الشاهد ان ربهم شغال جزماجي. يا مؤمن حي الله الحاج نوري، صلى الله يحفظك يا رب يا حاج. انت اشتغلي ايه؟ برافو الله عليك يا مروه، مروه باين عليها مذاكره، انت بتذاكري من ورانا يا مروه ولا ايه؟ بتقول لك بيشوف مقاسها كام؟ اي صح 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 صح، ايوه 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 هشام، ايوه انا سمعوني الحمد لله على نعمه الاسلام. سمعوني الحمد لله على نعمه الاسلام وعن عن ان نجانا من هذه المعتقد ايه؟ من هذا المعتجن. عن ان نجانا من هذا المعتجن، مش معتقد، معتقد الجزم. اله جزماجي، اله جزماجي يا هلا، اشتغل جزماجي يا هلا. ادي يا زكريا بطرس، اله الجزماجي، الهك يا ماجي، خرام شغال جزماجي، خبر ابيض. قولي كده يا طهره يا بنت، تكلموا الاصحاح اللي بيهتونا في اوقات بيروحوا بكرم كريم. وصلت هلا مو الاصحاح اللي بيهتونا في اوقات بيروحوا بيكرروه على اساس انه هذا الاصحاح الجنسي البحث اللي نحن مفروض نخجل فيه. بتقول لك على اصحاح اصحاح سبعه من نشيد الانشاد، والله ما عارف اشغل لكم اصحاح سبعه ولا ايه النظام، هبقى اشغله لكم عشان اعرفكم بس ايه الكلام اللي بيتقال، وفعلا كلام جنسي ومحرض كما قال رشيد، محرض على التحرش والسفاله وكما قال زكريا بطرس، كلام جنسي ونجاسة ومحرض عن نجاسة أم لا؟ محرض عن نجاسة، محرض على الفاحشة والزنا والفجر أم لا؟ بتقول لك هل إصحاح الجنسي اللي هو إصحاح سبعة يعني اللي بيهتو، بص بتعمل لك كده، اللي بيهتونا فيه المسلمين، اللي فاكرين هنتكسف منه؟ لا يا فندم، انت مين قال لك اصلا ان انت بتتكسفي؟ قولي كده يا بنت الكريم. وصلت هلا مو الاصحاح اللي بيهتونا فيه اوقات بيروحوا بيكرروه على اساس انه هذا الاصحاح الجنسي البحث اللي نحن مفروض نخجل فيه. لا لا، شفت شو بيقول حركه ايديه على اساس انه هذا الاصحاح الجنسي البحث اللي نحن مفروض نخجل فيه. انا اسف يا فندم، والله العظيم تخجلي فين يا فندم؟ قال المفروض نخجل فيه. ماجي ايه اللي تخجلي في ايه يا ماجي؟ تخجلي في ايه؟ انا قلت عنك كده؟ انا اقدر اقول اصلا انك بتخجلي؟ انا ابدا، انا اب عمري في حياتي ما اقدر اقول عليكي ابدا ان انت بتخجلي. بتخجلي ده انت شويه وهتقلعي قدامنا. يا طهره يا طهره يا مطهراره يا بنت الافارقه. طبعا ما اقصدش برضه بالافارقه شتيمه لاهل افريقيا، لا، لان الافارقه دي حاجه كده الراهبات راحوا يخدموا الرب عندهم خدمه يا جماعه، فضلوا يخدموا 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 لحد ما حبلوا ورجعوا في افريقيا. اسمعوا يا طاهرين يا مطهرين، الانشاد اصحاح سبعه اللي بنقول عليه، هل فعلا، اسمع انت وقول لي انت، هل هذا، اسمع كده زكريا بطرس بيقول ايه؟ رسول الجنس، اسمعوا كده، والصلاه على رسول الجنس والنجاسه محمد. نعرف مع بعض هل فعلا هذا النشيد نشيد طهارة أم نشيد جنس ونجاسة وسفالة وتربية وسخة؟ التحرش اللي حصل في بلدان أوروبية من طرف عرب مسلمين. ونرد كمان على رشيد ونقول الكلام ده، هل فعلا بيحرض على الطهارة أم بيحرض على التحرش والوساخة والنجاسة وكل ما تتخيل من دعارة؟ الرب بتاعهم بيكلم عروسته، عروسته مش مراته، خطيبته في كتاب، المفروض انه كلام الرب. قول كده الأصحاح السابع. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، فخذيك مثل الحلي. دوائر إيه؟ دوائر إيه؟ فخذيك؟ دوائر فخذيك؟ بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي. أيوة. صنعت يدي صنع. أيوة. سرتك كأس مدور لا يعود سرتك. إحنا هنتكلم كده في الأعراض يا فندم، كده دخلنا في الأعراض يا فندم.
يدي صناع، سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة، بطنك وكرشك حلوين يا عسل، طحنطة مسيجة بالسوسة. أيوة. ثدياك كفشف. لا لا أنا لا، أنت إن كنت أنت إله يا إله زكريا بطرس، لو ما كنتش شاذ وجنسي ونجاسة، ويا إله رشيد لو ما كنتش متحرش جنسيا، ويا إله ماجي خراب لو ما كنتش شاذ وجنسي وبتاع نجاسة واغتصاب وقلة أدب. أيوة، مالك أنت ومال ثدييها؟ لا هنا ولا، كل واحد يخلي باله من اللي غليغه. بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسة. أيوة. ثدياك كخشفتين توأمي ظبي، عنقك كبرج من عاك، عيناك كالبرك في حشبوه. رب إله زكريا بطرس وماجي خرام ورشيد العبيط بيعاكس عروسته في كتاب المفروض كلام الرب. عند بابي بس ربيب، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق، رأسك عليك مثل الكرمل. أيوة. وشعر رأسك كأرجوان. أيوة. ملك قد أسر بالخصر. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. إيه الرب بيقول لسه معانا فيديوهات تاني 20 مقطع فيديو الكلام الطاهر، الكلام اللي مليان طهرارة، الكلام اللي المفروض انه بيحرض على الطهارة مش على الدعارة، المفروض انه كلام ما بيحرضش على كما قال رشيد. ده انا هزلكم يا رشيد وزكريا بطرس وماجي خرام، هزلكم وهزل ربكم بدينكم عينكم، وخليكم انتم الشاذ والجنسي والهيجاني الذي تعبدون اضحوك لكل مسلمين الفيسبوك واليوتيوب حافظه الرب. تتطاولوا على الاسلام يا عبيد النجس، يا عبيد المحرض على الفاحشة. قول قامتك هذه شبيهة بالنخلة. أيوة. وثدياك بالعناقيد. أيوة. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك التفاح. قلت إني أصعد إلى النخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها. إيه يا عم ده يا عم ايه يا عم ده يا عم الحاج اله يقول للعروسة بتاعته في كتاب المفروض انه كلمة الاله بتاع زكريا بطرس والاله بتاع رشيد العبيط والاله بتاع ماجي خرام بيقول لها ثديك بالعناقيد زي العناقيد عديناها. قلت اني اصعد الى النخلة وامسك في يخرب بيتك ده في كلام الرب؟ ده المفروض بقى يبقى كلام مقدس ولا تقفيش مقدس؟ ايه ده؟ احمدوا ربكم على نعمة الاسلام، قولوا الحمد لله الذي عافانا من هذا الاله الجنسي الشهواني المحرض على الفاحشة وعلى الدعارة وعلى ترك الطهارة. ماجي خرام هخرمك انا كله بالدليل، رشيد حنفخك يا رشيد، زكريا بزرط هضحك المسلمين على دينك، هخلي دينك اضحوكة الفيسبوك. شو بيقول ربنا لهي نكمل كلام الطهارة. أتك هذه شبيهة بالنخلة. أيوة. وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد كعناقيد رائحة أنفك كالتفاح وحنك الخمر. أيوة. لحبيب السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. عيني. أنا لحبيبي وإلي اشتياقك. عيني. تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحق. تعال يا حبيبي تعال ده عروسة ربهم يا جماعة، خدوا بالكم ماجي هتشرح الكلام ده كله، لسه معنا كتير، لسه فين ماجي معنا دلوقتي بتاع 20 مقطع لسه. والنبت في القرى لنبكر لا يحمي. أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. تعال يا حبيبي لنخرج ثدياك كحبيب أنفك.
تعالى حبيبي باللذات تائغة المرقرقة وياكي كعناقيض إلى النخل ورائحة أنفك دوائر فخذيك مثل الحلي. الفخذين هن اللي قائم فيهم هن الجزء المحرك مفروض نخجل فيه. لا أبدا. فشو بيقول ربنا لهي ما تخجليش يا طهرة ما أجمل رجليك بالنعلين نعلين أي الحذاء علي جلبتهم لأله دوائر فخذيك مثل الحلي. الفخذين هن اللي قائم فيهم هن الجزء المحرك. الرب بيقول لعروسته دوائر فخديكي حلوين كده ومبقلطين. كلام الرب، كلمة الرب يقول لعروسته قدام المسلمين. لقد أصبحتم يا زكريا بطرس وماجي خرام وراشد العبيط، لقد أصبحتم أضحوكة الفيسبوك واليوتيوب على هذا الإله الهيجان بتاع النسوان اللي بيغازل وبيقول حركات كلها حرقات. بيقول اخص عليك وعلى ربكم ابو فخاد اخص نعلين اي الحذاء علي جلبتهم لاله دوائر فخذيك مثل الحلي. الفخذين هن اللي قائم فيهم هن الجزء المحرك للساقين يا شيعي. ايوه لا يعني هو يعني من الاخر بيتغزل لها للساقين. يا شوف قاعد عمال بيتغزل بقى خلاص قاعد الاله فاضي بقى ساب الحكم والملك وكل هذا واحد عمال يقول لها في خافك وفي خافك بالفخذين اللي اخذتها لتركض ورا الفخذين اصلا تركض ورا الرب. ايوه يعني بيقول لها ان في خدك حلوه عشان قدرت تجري ورايا كتير. بيقول لعروسته انت فخادك حلوة عشان قدرت تجري ورايا كتير. يعني ضربة في فخادك. فالقوة الكافية بالفخذين اللي اخذتها لتركض ورا الفخذين كمان واردين بالعهد القديم بيعقوب. لا ركزوا لي في اللي جاية دي. ركزوا لي في اللي جاية. هتقول بيعقوب ايه اللي حصل؟ اقول لكم انا احرق لكم الحكاية. الفخذين اللي وردوا في العهد القديم ان يعقوب عنده لا يؤمن بهذا الكلام. هذا الكلام كذب على رسول على نبي الله يعقوب. ان يعقوب اتخانق مع ربهم لعب مع ربهم مصارعة والله ومسكوا ضربوا. انا مش عايزك تتصدم. انا بص هنا في بث محمد نصيف مفيش عايز ما تتصدم. لا مؤاخذة ما تتصدم ليش هنا لان البث ده كله صدمات اصلا. الرب بتاعهم نزل ساب بقى ملكه وسماواته نزل لعب مصارعة مع يعقوب طبعا احنا لا نؤمن بهذا الكلام. وقام يعقوب ضربه. أي والله العظيم يعقوب ضربه بقى يعمل ايه؟ قام ضربه في فخده. ده ضربه تحت الحزام وما بتحسبش في المصارعه. غشاش اله غشاش. كلنا بنعرف قصه يعقوب الفخذين كمان واردين بالعهد القديم بيعقوب. كلنا بنعرف قصة يعقوب عندما بيقول تصارع مع الله مع الملاك اللي شافه بص بيقول تصارع مع الله مش مع الملاك. البت بتكذب كذابة مع الله بالعهد القديم بيعقوب. كلنا بنعرف قصة يعقوب عندما بيقول تصارع مع الله مع الملاك اللي شافه وغلبوا الملاك و بيقولوا خلع حق فخديه. ليه هلا يعقوب قصة تانية طويلة ولكن يعقوب أيضا كان يتكل على رجليه وهي العروس أصلا النص لو رجعوا له أظن في سفر التكوين 24 حاجة زي كده. الرب بتاعهم يا أخويا فاضي فاضي فاضي. واحدة اسمها سيليفانا معرفش سيليفانا دي مسيحية سيليفانا بتقول لك قال الكلام ده هم سليمان بريء منكم يا سيلفان مسيحية ولا انظامي بس على كل خد اللي فيه النصيب يا سيلفان راحت فين تعليقها راح. المهم بتقول لك سيلفانا ايه ده كلام من سيدنا سليمان. ايوه يعني كلام الرب عندكم ولا لا؟ الرب عندكم اوحى لسليمان بحسب كتابكم بخمس اصفار نشيد الانشاد والحكمه وغيره من بعض الاصفار. السؤال لو ده مش كلام الرب عندكم حاطينه في كتابكم ليه؟ اتنين يسوع قال ما جئت لانقض الناموس او الانبياء اللي هي اصفار عهد القديم ما جئت لانقض بل لاكمل حاطينه في كتابكم ليه؟ ثلاثة انتوا حاطينه في كتاب وعاملين له تفاسير
تفاسير في كتابكم المقدس وتفاسير من المفسرين. لو ما كانش ده كتابكم بتفسروا ليه أربعة أبوكم اسمه إيه؟ رسولكم بولس. بولس يقول كل الكتاب موحى به من الله. رجعي أي أي مفسر للنص ده هتلاقي يقول لك كل الكتاب هنا يقصد به العهد القديم، لأن العهد الجديد كان لسه ما اتكتبش. فكل الكتاب موحى به من الله يعني يقصد نشيد الإنشاد موحى به من الله، يعني ربكم. سايبينه في كتابكم ليه؟ احرقوه بقى، ولعوا فيه، قطعوه، سايبينه جوه الكتاب ليه؟ ده أبوكي شنو ده؟ أبوكي زكريا بطرس، أبوكي زكريا بطرس وغيره بيقول لك إن نشيد الإنشاد أعظم نشيد في الكون، أفضل كلام آمن به المسيحيين. عبيله وديله، عبيله وديله. بطرس اللي هي اشتغل عليها كثير، إيه؟ على رجليه، هي العروس اللي هي اشتغل عليها كثير. العروس اللي اشتغل عليها كثير، الرب بتاعكم شغال على العروسة كثير، ليه كان كوافير يا فندم؟ كان الرب بتاعكم شغال كوافير. سرتك كأس مدورة. لا السرة، لا اوعى 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 الرب بتاعك يجي ناحية السرة. السرة لا. على فكرة رجعوا في كتاب اسمه يوحنا قمير، افضل نشيد، نشيد الانشاد افضل نشيد في الكون، لعالمهم الكبير جدا اسمه يوحنا قمير. يوحنا قمير ده احد علماء اللبنانيين وما الى ذلك. عارف النص اللي قال لك سرات الكأس مدوره كان يقصد ايه؟ والله العظيم قال كده، يقصد به العضو النسوي، الفتحه الشرجيه للمراه. هل هذا كتاب محرض على الطهاره ام محرض على الدعاره؟ هذا هو اله زكريا بزرط المدعو، او كما قال زكريا بطرس اله النجاسه واله الجن. هذا هو إله رشيد، هذا هو إله ماجي خرام، الإله الجنسي الشهواني. اللي بعده قولي يا طهرة قولي. لا يعوزها شراب ممزوج. بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن. أيضا البطن، بطنك مليانة منتفخات يا بنت، مثل ما قبل شوي قال. بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن. أيضا البطن، مثل ما قبل شوي قالت له بطنك. لا بس بتقول لك قال ايه عروسة الرب بتاعهم، هو قال لها بقى بطنك مسيجة، بيقول زي ما هي العروسة قالت لربهم بطنك عاج ابيض، ام هو قال لها كمان وانت بطنك حلوة يا بت، بطنك كده حلوة كده ومش محتاجة تعملي تمارين، وانت عندك شوية انتفاخات من المحشي، انتفاخات كده من المحشي، ممكن تشرب شوية شيح، تشرب شوية جاز، اي حاجة، اي حاجة تطير الانتفاخات دي، بس بطنك حلوة برضو، يلا مش مشكلة يا عم. ده إله لا مؤاخذة، ولا استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بالسوسن أيضا البطن، مثل ما قبل شوي قالت له بطن محاطة بالورود من كل مكان. هي أيوة حطيت تقريبا، حطوا الوردة يعني زي رشوا عطر علشان لو في انتفاخات وحصل ريح. بيقول له تماما بطنك صبرة حنطة، الحنطة اللي هو القمح، هذا مصدر الخير للناس. بيكمل بيقول لها ثدياكي كخشفتين توأمي ظبية. أيضا الثديان قبل شوي قلناهم هن مركز الغذاء، وهن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. بس استنى استنى استنى، الثديين الكتاب المقدس بالعهدين القديم والجديد، يعني الرب بتاعهم لما كان بيتغزل في سدر عروسته، لما كان بيتغزل في ثدي عروسته كان بيقول لها كده ثدياكي كالعناقيد، العهد القديم وده العهد الجديد. طب ولما تلبس حاجه فوقيهم ده هيبقى ايه مثلا؟ هيبقى ايه؟ تعاليم الانبياء يعني مثلا ولا ايه؟ لما اخذ انا مش عايز اقول اللفظه، مش عايز اللي بيلبسوا النسوان، ما هو المثال عن واحده ست اهو، والثنتين ده كان تعاليم الانبياء عندكم ولا ايه؟ تصدق ممكن يكون تعاليم الانبياء رمز له بال بلاش ده، خليه قميص نوم، بلاش اقول اللفظ التسنتيا، خلينا قميص نوم، وقميص النوم اللي بتلبسه فوق الثديين ده لا مؤاخذه التعاليم. ايوه التعاليم بقى، بص كده لما واحد يروح يحضر درس عندهم يبقى راح يحضر قميص النوم. ليلتكم سودا، ليلتكم سودا يا ماجي خرب الانشاد ويا زكريا بزرط. ايه ده؟ ايه يا عم الدين ده؟ ايه الدين ده؟
انا بقى المفروض بتقول لك ان الثديين في النص ده خشفتين تم توأمين للناس. بيكمل بيقول لها ثدياكي كخشفتين تم توأمي ظبيا. ايضا الثديان قبل شوي قلناهم هن مركز الغذاء وهن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. يبقى انا المفروض لما اجي احاور مسيحي اهو الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد اللي هم ايه الثديين البتاعين البتاعين اتقال عليهم الثديين. انا بقى المفروض لما اجي احاور عيل اقول له افتح لي يا ابني افتح لي عايز اتكلم بقى مثلا في نشيد الانشاد او افتح لي او في اي سفر الثدي الجديد القديم افتح لي يا ابني الثدي القديم يا افتح لي يا ابني الثدي الجديد يا ابني الله يرضى عليك افتح لي كده الثديين دول وارضع منهم يا ابني يمكن تكبر ولا حاجه يمكن تفوق وتبطل البرشام اللي بتشربوه ده. ده دين؟ دي عقيمه؟ دي عقيمه؟ ده فكر؟ هو ده اله زكريا هو ده اله رشيد هو ده اله مجد. لو كانوا خلوهم في دينهم والله وبالله وتالله ما كنت فضحت معتقدهم ولا كنت رديت عليهم ولا كنت بينت للناس هذا الجنس الذي يتعبدون به للإله الجنسي تبعهم. أنا كان مالي يا عم كان زماني كنت في حالي. بس إذ أنكم تطاولتم على الإسلام فتحملوا يا عبيد الهيجان الحرقان مثل ما قلنا قبل شوي. فهي بيقول الرسول بولس صرت كالمرضعة لأولادها. الرسول يخرب بيت الكفر حتى رسولكم بولس طلع رضاع طلع بتاع رضاع بولس طلع بيرضعكم يا بيت يا بيت يعني طلعتوا الاله بتاعكم. انتم ما تعرفوش ان الاله ايضا يعني هو قالوا عن بولس ان هو مرضعه عامل زي المره اللي بترضع. انتم ما تعرفوش ان الاله عندهم المره اللي بتولد. استغفر الله العظيم استغفر. انا بقول لك ما تركوا اساءة واهانة الا وصفوا بها ربهم. ونص الان بقى الرب بتاعهم مش بس بيولد ومش بس بيرضع زي النسوان اله الاله الخنثى لا الاله عندهم بيصرخ زي المرأة اللي بتولد. فين الدليل يا محمد يا نصيف؟ من عناية الجوز هي الجوز ومناخير في المجموعات يا قوم. فين القلم؟ ما مسكتش القلم البث ده. اعملوا مشاركه في المجموعات يا قوم. تعالوا بينا نشوف. بص يا سيدي اها اشعيا اشعيا اهو مقر. يلا بينا نشوف ترجمه الفان دايك بس نجيب النص الاول. سفر اشعيا إصحاح 42 عدد 14 هتلاقي النص بيقول في الفان دايك كده قد صمدت منذ الدهر سكت تجلت كلم والله يا إخوة بيقول كالوالدة أصيح عمال بيصرخ زي المرة اللي بتولد بيصرخ زي النسوان. طبعا اي امراه او اي شخص شاف امراه بتولد بيبقى عارف مدى الصرخ اللي بتصرخه ومدى الالم اللي هي شعره بيه. ان الاله عندهم يا اخويا تحس والله العظيم انا حاسس ان عند الرب بتاعهم في معتقدهم يعني في عضو نسوي بيولد منه العيال. اسمع يا فندم اسمع كالوالده اصيح انفخ مثلها وازفر وانخر. الترجمة اليسوعية سكت مطولا وضبطت نفسي فالآن أئن كالتي تلد وأتنهد وألهف يقعد ويصرخ بقى ويصوت ويلم علينا الناس وحالته تبقى سودة. ترجمة الحياة لكما اعتصمت بالصمت والسكينة ولجمت نفسي فأما الآن فأنا أصيح وأزفر كامرأة تقاصي في المخاض. يا عبيد المرأة يا عبيد الرجل يا عبيد من يصرخ كالنسوان. زكريا بطرس يا عبد اللي بيصرخ زي النسوان كما قلت عبيد الجنسي عبيد النجاسة. رشيد يا عبد من بيصرخ زي النسوان.
كما قلت يا عبيد المحرض على التحرش الجنسي، ما جي خراب يا عابدة الإله اللي بيصرخ كالنسوان، يعني الإله المتحرش جنسيا. الأخبار السارة، رجعت الأخبار السارة. فطالما سكت يقول ضبطت نفسي، فالآن أصير تلد أنفخ مثلها وأزفر. آدي يا عم الحق، الرب ده، الرب ده إشعياء إصحاح 42 عدد 14. قول يا قول يا طهرة، قول السواق صرت كالمرضعة قبل شوي، فهي بيقول الرسول بولس صرت كالمرضعة لأولادها. الرسول بولس سواء ذكر بالنتيجة، ورغم هيك بيقول صرت كالمرضعة، بيقول صرت كالمرضعة للأولاد. فهون وأيضا ثدياها كخشفتين توأمي ظبية، هذا الغذاء الكامل اللي بتعطيه. نعم. ملك قد أسر بالخصل، فكيف خصل الشعر فيها فضائل كثير. بس استني 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 يا ماجي خرام، نشوف أختك سيلفانا يقول لك ربنا ينورك بنور المسيح. أيوة يا فندم، أعمل إيه يعني؟ أعمل إيه يا سيلفانا يعني؟ سيلفانا سيلفانا سيلفانا، أعمل إيه أنا بنور المسيح عندكم يعني؟ طب ما ربنا ينورني بنور إيه؟ طب ما اعبد الاله اللي كان بيعبده المسيح، طب ما نترك الجنس اللي بيدعوني اليه اله زكريا بطرس. خدوا بالكم انا هفهمكم حاجه حال، اترك الجنس بتاع اله زكريا بطرس والنجاسه بتاعت اله زكريا بطرس والشذوذ والتحرش بتاع اله رشيد والجنس والفحش والدعاره بتاع اله ماجي خرام، واتبع اله رب العالمين. خدوا بالكم انا عملت ايه يا جماعه، شفتوني بقول لها الهك انت الجنسي، إلهك أنت المتحرش؟ لا لا، ليه سيلفانا؟ أنا مشكلتي مش معاكي أنت سيلفانا، يا سيلفانا عماد أنا مش أنا ماليش دعوة بيكي أصلا. أنت حاضرة البث، عايزة تحضري تحضري، مش عايزة تحضري براحتك خالص، بس أنت أنا مش اهتمامي مش مصب عليكي، ولا أصلا مش شغل معاكي. ليه أنا عامل البث ده؟ للرد على مين؟ للرد على أبوكي الكذاب، للرد على ابوك الكذاب زكريا بطرس، ماليش دعوه بيكي. للرد على ابوك الكذاب رشيد العبيط، ماليش دعوه بيكي. للرد على امك ماجي خرام، ماليش دعوه بيكي. انا مالي دعوه بيكي اصلا، انا مالي دعوه بالمسيحيين اساسا. لا عايز يعبد حاجه يعبدها يا عم، انا مالي. اعبد ان شاء الله، لو تعبد نفسك، لو هتعمل نفسك صنم طول منك، مالكش دعوه بالاسلام، انا مش دعوه بيك. اظن عدنا العيب، اظن عدنا العيب، عدنا العيب. وهقول لك على حاجة، أنت وغيرك، أنا يا جماعة جماعة الخير، أنا مش شيخ ولا داعية إسلام ولا بدعو الناس للإسلام. إيه رأيكم بقى؟ أنا ما بدعوش الناس للإسلام. لما أنت أنا بربي وبنفذ متطاولين على الإسلام الأرض بس من كتابهم هم، دي شغلتنا، حتى مش بتاع رد شبهات، انا بتاع سحق زكريا بطرس والهه من كتابه عشان تطولوا على الاسلام بس. طب زكريا بطرس وماجي خرام ورشيد تركوا التطول على الاسلام، هقفل انا، هقفل واشوف شغلي. ايوه هقفل بثاتي واشوف شغلي، انت فاكرني بهرب؟ على الساحه تركوا الهجوم على الاسلام، تركوا شتم الاسلام، هقوم قافل البثات دي، هقلب، ممكن اقلب الصفحه دي ببجي، نقعد نلعب اتاري بقى. بس انا حر، انا مسؤول امام ربي على ذلك، فهمتوا الفكره؟ فانا مش دعوه بيك انت اصلا، انت كسلفانه مش دعوه بيك. كمل كمل يا طه. للانسان بتاعكم ماله بقى؟ ملك قد اسر بالخصل، فكيف خصل الشعر فيها فضائل كثير. أيوة. للانسان ركزوا في اللي جاي دي، لان الرب بتاعهم بيتاسر. معنى بيتاسر يعني ايه؟ يعني بيقدروا يأسروه، يقدروا يربطوه، يقدروا يضربوه. ده مين؟ ده إله ماجي خرام وزكريا بطرس ورشيد الكامل اللي بتعطيه. ملك قد أسر بالخصل، فكيف خصل الشعر فيها فضائل كثير للإنسان. أسر بالخصل نمو كمان، شوفوا هو حبة. أيوة. ولكن الخصل هي الفضائل الصغيرة اللي احنا ممكن ما بنشوفها، بتمر يعني. بيقول لك ربنا في امور كثير بالحياه بنعملها
يكون قد أسر بالخصال أسر، يعني هو هاي الفضاء اللي بتعملها النفس اللي بيعشقها الرب الإله. أيوه. بيقول لك قبل شوي قال لها سبعتيني يا أختي العروس. آه يا خضر أبيض، الرب بتاعهم يا جماعة الخير لا مؤاخذة شايفين الخصلة دي، بس قولوا ما شاء الله بمبارك أحسن يقرع شعري ولا حاجة. الرب بتاعهم خصلة واحدة من دول بتأسره، بتجيبه أرض أرض، بتسبيه. يعني المفروض أنا لو طلعت قدامه ونكشت شعري كده نكشت الأرض يتمردغ أو يجيله هارد أتاك صدمة قلبية بسبب هزة شعري، بس شوية خصل كده يشوفهم يتفرد على طول. هو ده الإله؟ هو ده الإله؟ يا عالم يا عميان يا اللي بتهاجموا الإسلام يا عبيد الظلام يا عبيد الشيطان، هو ده الإله؟ حتة خصلة تجيبوا أرض أرض تأسروا؟ الله يخرب بيوتك، الله يخرب بيوتك. بطلوا بقى البانجو اللي بتشربوه، بطلوا البانجو اللي بتشربوه ده. رجع قال لها أسرتيني قبل شوي، قال لها سبيتيني يا أختي العروس، ورجع قال لها أسرتيني. أيوة. بحبك وبالفضائل الموجودة عند النفس. أيوة. فبكمل الصفات قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. بس 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 وثدياك، لا احنا كده هنخش في الأعراض يا ماجي، يا ماجي بلاش عشان نخش في الأعراض وبعدين أنا بتكسف أصلا، أنا بتكسف أنا لسه بتقول. قلت كمل الصفات قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. أيوة. قلت أني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها. أيوة. وتكون ثدياك كالعناقيد كعناقيد الكرم، ورائحة أنفك كالتفاح. أيوة. وحنكك كأجود الخمر. أيوة هيطلع ويمسك، هيطلع ويمسك. فكرني فكرني ب الولد اللي اسمه سايمون اللي هو درس كلية الأكريليكية داخل في بث من البثات يقول لي قال ايه، يقول لي لا ما فيش حمسك، ما قالش الرب ما قالش حمسك، قلت له لا قال حمسك، قال لي لا ما قالش، قلت له انا هخليه لك يمسك. وفعلا مسك. انا خليت له الرب بتاعه يمسك. يمسك ايه يا فندم؟ يمسك بتاع البنية، البتاعتين بتوع البنية يمسكهم. خبر ابيض يا خبر ابيض على ام الالفاظ هون، كونه في ثدياك وفي ناس غير أيوة. روحيين، مجرد ماديين حسيين. أيوة احنا عم يحضروا كمان مشروعها مرات، احنا ماديين وحسيين وبناكل جيلاتين ثانية بطريقة أخرى. فأيضا هون بيرجع بيقول لها مرة تانية قامتك كالنخلة، هي النخلة طبعا هو معنى شيء تشبيه حلو انه هي كطول، يعني نحن عم نحكي لا ركز بقى في اللي جاي بيتكلم مع عروسته بيقول لها، ولكن هي بتدل على جاب إلا مرة تانية قامتك كالنخلة، هي النخلة طبعا هو معنى شيء تشبيه حلو انه هي كطول، يعني نحن عم نحكي، ولكن هي بتدل على الرفعة والعظمة اللي بتتمتع فيها هي النفس. ايضا العذوق، الأغصان، الصعف النخيل اللي أيضا وارد كتير، صعف النخل عفوا بالكتاب المقدس بالعهد الجديد، وأهل الشيء تشبيه حلو كريم رب المجد و... إيه رب الإيه؟ صعف النخيل اللي أيضا وارد كتير، صعف النخل عفوا بالكتاب المقدس بالعهد الجديد وأهميته بتكريم رب المجد، وثدياك كعناقيد الكرم. أيوة. ايضا شوفوا هون الاسطمانه تشبيه بتا... لانه هو النخله بتحمل تمر ما بتحمل العناقيد الكرم، فهون عم يورجينا الثمار اللي عم يتحضر ربنا ليقطفها اهو. طب ما انا اهو طب بيقول لك قلبي يحضر ربك ليقطفها، ما انا بقول لك هو قال لها انت يا مزه، يا مزه لا مؤاخذه كده بيقول لها انت يا مزه عامله زي النخله، وثدياكي عاملة زي العناقيد من النخلة. أيوة. فالرب حيطلع يعمل إيه عندكم يا مجد الكرم؟ فهون عم يورجينا الثمار اللي عم يتحضر ربنا ليقطفها من هاي النفس. الرب عندهم بقى حيقوم طالع للثديين بتوع بيقطع. أو إما أن الرب بتاعهم قصير قوي 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 يا جماعة، ها، والمز عروسته طويلة وهو قصير،
فهيمسك ازاي؟ هيقعد يشب بقى وينط بقى. تخيل انت كده، تخيل تخيل واحد ازعه، وبرضه طبعا ده مش بيقولوا مش نوع من انواع الاحتقار او الاساءه للناس القصيرين، لا بس انا بضرب امثله يعني، فما حدش ياخد الكلام ايه بمحمل ان بسيء ايدي، لا والله، ان البعض ممكن يفتكر كده. كان في بعض السودانيين لما بتكلم بقول يا بنت الافارقه بيظنني بشتم السودانيين، يا عم السودان ده فوق راسي، ان اي سوداني في العالم، اي مسلم، اي مسلم، المسلم اللي في جنوب اللي في قلب الصومال احب الي من اخي شقيقي الكافر او الغير مسلم او الغير مؤمن او العاصي، المسلم الملتزم في قلب الصومال احب الي من اخي، اخي ابن امي وابويا لو مش طائع للرب. ايه رايك؟ فانا مفيش لا فرق بين عجمي على عربي الا بالتقوى. تخيل كده، انت تخيل على راي زكريا بطرس، يا جماعه جسدوا الموقف، جسدوا الموقف يا جماعه. انت دخلت لقيت واحد متجوز واحد، واحد عروسته، ما هو مش متجوزه اصلا، الرب عنده ما كانش لسه اتجوز، عروسته عروسته خطب واحده، والواحده دي مثلا مثلا 2 متر او متر 80، متر 80 خلاص، والخاطب ده كان 80 سنتي، فتبقى عروسته اطول منه بايه؟ بمتر. طب عايز يمسك مش عارف يمسك بقى يا حبيبي، يقعد ينط كده، ما هو مش عارف يمسك، مش قادر يمسك، مش عارف يطول. استغفر الله العظيم، بوظوا اخلاقنا، الله يخرب بيوته، بوظوا اخلاقنا. قولي يا طهرة قولي. النخلة بتحمل تمر، ما بتحمل العناقيد الكرم، فهون عم يورجينا الثمار اللي عم يتحضر ربنا ليقطفها. أيوة، هو عايز يطلع يمسك، عايز يطلع يمسك يعني. أي طب ما يمسك يعني، هو عادي عادي يعني. يمسك يمسك امسك يا ريس، امسك يا ريس، امسك. بس لما تمسك ما تمسكش بقى في ما تقومش كاتب في كتاب بقى انك عايز تمسك، امسك في اي وقت، احنا مالنا احنا، انما تقول لنا في كتاب ان انت عايز تمسك وكمان تلزمنا ان احنا نؤمن بانك هتمسك، استغفر الله العظيم. امسك امسك يا فندم، امسك. نفس رائحة انفك كالتفاحية قبل شوي قبل الرب بيقول لعروسته ايه؟ ثمار اللي عم يتحضر ربنا ليقطفها من هاي النفس. رائحة أنفك كالتفاحية قبل شوي قبل بإصحاحين. الرب بيقول لعروسته ريحة مناخيرك زي التفاح. إيه؟ الرب بيقول لعروسته رائحة أنفك كالتفاحية قبل شوي قبل بإصحاحين، بمراحل قبل كانت تشوفه هو حبيبي شجر التفاح. أيوة. فهون أيضا صار هو رائحة أنفه، رائحة عطاها رائحته، رائحة أنفها زي التفاح. طيب هو ده فيها مشكلة؟ أيوة طبعا فيها مشكلة يا عمي. أنت مستخيل؟ جسد الموقف، جسد الموقف يا جماعة. الرب عندهم مع عروسته ماسكها أخويا كده، تقول لي أمال هو عرف ده؟ هو مش عارف يمسك، مش عارف يمسك، فازاي طلع يشم ريحة مناخيرها؟ اقول لك سهلة، جاب كرسي. يعني انت خلاص يعني فاكر ان انت هتقدر تلزمني تزنقني في السؤال ازاي وصل وشم ريحة مناخيرها؟ جاب كرسي يا اخويا وقعد عليه، طلع فوق كرسي وصل لمناخيرها، احد بيشمشم في مناخيرها. ايه يا عم القرف ده يا عم؟ ايه يا عم؟ يا عم حب عروستك مفيش مشكلة، حب خطيبتك ما عنديش مشكله، انما قعدت شمشم لي في مناخيرها يا عم؟ ايه شغل الشمشمه ده؟ ايه شغل الشمشمه ده؟ بتشم في ايه ده؟ انت كان ناقص شويه وتشم تحت بطها كان ناقص شويه بقى وتقول لي وريحه بطك زي الشمام. ايه ده؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. قولي يا طهره يا بنت الطهرين، قولي، قولي يا طهره مطهره. كالتفاح صار هو رائحة أنفه، رائحة عطاها رائحته، كالتفاح وحنكك كأجود الخمر، أي هذا الحنك اللي قال قبل شوي تحت لسانك عسل وغذاء. أوف أوف أوف، الرب بتاعهم حط لسانه جوه بقها عشان ياخد العسل. الله يخرب بيوت جنس فمه، وده الحلو والحليب أو اللبن الغذاء، فهو صار كأجود أنواع الخمر، هذا اللي بيسكروا الناس من كلامه. يا عيني بتلاقي في ناس يا عيني على السكر، يا عيني
بيقول لك ايه؟ الناس هتسكر من مرات الرب بتاعها. سحورين براهب معين، بكاهن، الا ما اجملك ما اجملك وما احلاك ايتها الحبيبه باللذات. انا صراحه قلبي الرهيف لا يتحمل مثل هذه اللذات، لا اتحمل يا جماعه. انا لا ممكن شعر شنبي، ممكن شعر شنبي يتحلق كده، ما اضمنش الظروف. يقول لها ما احلاك يا حلوه باللذات والمزه والمغات، وافتحي الكاسات. ايه ده؟ ايه 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 ده؟ ايه ده؟ احنا رايحين نصلي ولا رايحين نتسطل يا معلم؟ الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. في هي النفس الانسانيه، بيقول الرسول، بيقول اشتهيت المسيح. هي هي اللي بشوفها جميله جوا، تشتهي النفس المؤمنه عروس المسيح. ايه ايه ايه؟ عروس مين؟ عروس مين يا طهره؟ فيها بقى فيها سكر، وفيها عربده، وفيها ثديين، وفيها مص، وفيها جنس فموي، وفي واحد عايز يطلع، وفي شم في المناخير، والباط، الباط دي من عندنا بس انا لازم احطها، دي التكايه بتاعتي، ما انا لازم كل واحد يبقى ليه تكايه، انا التكايه بتاعتي بقى لازم نضيف نص، وريحه مناخيرك ريحه باطك زي الشمام، دي من عندنا، وكل الكلام ده، وفيها ايه؟ عروس مين؟ هي هي اللي بشوفها جميله جدا، انه تهيئه المسيح، هي هي اللي بشوفها جميله جدا، تشتهي النفس المؤمنه عروس المسيح. عروس المسيح يا عين، والمسيح عندهم هو الله، ما تنساش المسيح عندهم هو الله، يبقى عروس مين؟ عروس الرب عندهم. هي هي اللي بشوفها جميله جدا، انه شو الجمال الطالع من هاللذه او هالشهوه اللي اشتهيتيها، شو هالجمال اللي طالع من بطاطك يا طهره. خليني ارجع لكم، فلكوني قفيت الجمله، قامتك شبيهه ذاكي بالعناقيد، لقيت اكتملت، صارت تعطي وتعطي ناس كتار. ليه كده؟ ايه ده؟ يعني طلعت عروسة ربكم مش بتاعته الواحدة، ده بتاعت ناس كتار. ايه ده؟ هو كان عاملها مشروعة. يعني هو فاتحها سبيل. ايوه يا جماعة، عروسة الرب بتاعهم مش بتاعة الرب بس، لا ده هي بتاعة الكل. هي هو كان الرب عندهم، الرب عندهم اوبن ميند. انتوا عارف التفتح اللي في اوروبا؟ مش في تفتح في اوروبا؟ بيبقى الراجل بيدي مثلا مراته لصاحبه، ولصاحب صاحبه، ولصاحب صاحب صاحبه، ولو جاله ضيف على غفله كده بيدي له مراته. ده في اوروبا وغيرها، في اوروبا والدول المتقدمه. جابوا الكلام ده منين يا جابوه من الاله اللي عاملها اوبن ميند للجميع، فاتحها مشروع. خليني ارجع لكم، امتلأت اكتملت، صارت تعطي وتغذي ناس كتار. ناس كتار من التعليم يا خبر ابيض. هلا قلت اني اصعد الى النخله وامسك بعذوقها. اصعد وامسك زي ما انت عايز، حد يقدر يحوشك؟ براحتك يا باشا، الكتاب كتابك والدين دينك والناس عبيدك وحاجه فل الفل. صب يا فندم صب. الوقت اللي هو ياخذ يقطف في الثمر، انه ربنا بده مننا الثمر مثل ما اعطانا ثمار الروح السائره. الرب عندكم عايز يقطف منكم الثمر ويقفش. ماشي، وماله يا فندم؟ براحتكم. المرقرقه السائحه على شفاه النائمين. ايوه النائم هو انسان ما بيشرب شيء. أيوة. اللي حدا حابب ياخذها حرفي، النايم ما بيشربش شيء، النايم بيبقى نايم مش بيشرب شيء. نعم مين؟ قاطرين يطلعوا للملكوت ليشربوا خمر، لانه الخمر اللي فوق سكره وغير. ايه ده؟ برجع بقول اذهانهم الروح القدس اللي تقدر تخليهم يفهموا بروح الله، غير الطريقه البشريه الماديه. ايوه احنا يعني من الاخر يا جماعه، احنا مش هنقدر نفهم لان احنا ما فيناش روح الله. لازم نفهم كده ان الحضن اللي في النص والمسك الثدي اللي في النص مش معناه حقيقي. بص، مسك الثدي معناه مش مسك الثدي، الحضن مش الحضن، ريحة المناخير مش ريحة المناخير، ريحة بطها يعني مش ريحة بطها. لازم تفهم كده. طلع العيب فينا احنا. الحمد لله الحمد لله. عشان كده بقول لكم وإلي اشتياق. ايوه هون النفس لهالمرحلة، مرحلة
كمال على الأرض. شو بعقف؟ تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل. تعال حبيبي، تعال تعال حبيبي. أول مرة بتقول له ياها، تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى، لنبكرن إلى الكروم. أيوة. لننطر هل أزهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان. أيوة. هناك أعطيك حبي. يا سلام يا سلام مع الكلام يا عبد السلام، يا سلام. تتكلم بتقول له تعال حبيبي نطلع للحق. انتوا فاكرين الفيلم بتاع الحب ولع في الدورة يا جماعة؟ الحب ولع في الدورة، الحب ولع في الدورة. هنطلع للحق، الحق بقى اللي هو بتاع الدورة يعني. هنطلع للحق والنبت في الدورة، نبت في القرى. وهناك بقى يا معلم، ايوه تحت السجر يا وهيبة هديك حبي. خبر ابيض. اي في تجرؤة للبنات ويباتوا في المزارع؟ قولي يا طهرة قولي. قبل كان العريس يقول له تعي نشوف، صار الوقت اقع للرمان، تفتح الكرم، خلص النهار، خلص الليل، طلع النهار. هون النفس هو بده الوقت المناسب عشان ياخدها تحت الشجر الجاهزه. بنمر كثير بمراحل ايمانيه، بنحس حالنا النفس بتشبع تماما من الارض. أيوة. وبتمتلئ على ملء قامه المسيح. بتصير دخل الله يخرب بيوتكم، ايه اللي دخل المسيح في مواضيعكم دي؟ ما بلاش دخل المسيح في المواضيع دي. المسيح اطهر منكم ومما تعتقدون. بتشتهي تنطلق وتكون معه. فهون هي أول مرة بتقول له، كان ينادي لها. هون قالت له هي تعا يا حبيبي لنخرج للحقل، فنخرج للحقل ونبات في القرى. كمان القرى هي حياة الريفية، هي حياة مانا سهلة مثل حياة المدينة، متوفر لهم كل شيء. حياة الريفية أو القرى معروف عنها أنها هي حياة صعبة. هي كمان الطريق الضيق الصعب اللي بيفوتوا فيه أتباع الرب. خدوا بالكم يا جماعة الخير، في حاجة. بسم الله. تعالى يا حبيبي لنخرج للحقل ولنبت في القرى. المفروض ان الكلام ده كلام كما قال بولس، كل الكتاب موحى به من الله وصالح للتعليم. لما تيجي بنت تلاقي في كتاب بيقول تعالى يا حبيبي نخرج للحقل، الغيط، تعالى هريد نروح الغيط اللي ورا البيت ونبات. خد بالك هريدي مش خطيبة ولا بتاع، هيعمل ايه للبنات لما تقرا هذا الكلام؟ مش هيحرض البنات ان هم يهربوا من البيوت او ينطوا من شبابيك البيوت ويطلعوا على الغيط الحقل اللي وراهم ويقابلوا عشاقهم ويحصل الحب ولع في الدره؟ الله العظيم، استغفر الله العظيم. هل تفتح القعال، هل نور الرمان هناك؟ كمان هتعمل ايه؟ اعطيك حبي. كمان هتعمل ايه؟ بعرف. هل تفتح القعال، هل نور الرمان هناك، اعطيك حبي. هذا الحب لا تاخذ الغيط عشان الكراسي. حضرت له يا اللي هو ثمار يعني اليوم، وثمار انواعهم كثيره، فيهم الكرم وفيهم القعال وفيهم اللي بشرتهم بكلمه. هنيك بدها تعطيك سيه مثل بتخيلوها قارئي نشيد الانشاد. هناك ايه؟ هنيك بدها ايه؟ بدها تعطيك ايه؟ فيهم الرمان، فيهم اللي بشرتهم بكلمة. فهنيك بدها تعطيك يعني، هو بس هتاخده الأول تاخده يعني، بتلغفت المتغفل ده، تغفله وتاخده الغيط، وهناك بقى تعطيه اللي تعطوه له، مش كده ولا ايه؟ استغفر الله العظيم. سيه مثل بتخيلوها قارئي نشيد الأنشاد. اللفاح يفوح رائحة وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي، كل الحاجات الحلوة يا حبيبي سايبها لك تحت الدولاب. كل النفائس. اللفاح يفوح رائحة وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي. يا سلام، سلم يا المش متجوز اتعلم. يا سلام سلم يا المتجوز، شاهد وما تتعلم. انت شاهد بس ده عشان ده مش للكبار فقط، ده للميتين اكلينيكيا. هذا هو معتقد زكريا بزرط
عبد الشيطان الآمر بالجنسي والشذوذ بالنسوان، ورشيد العبيط عبد الإله الآمر بالتحرش، وماجي خرام اللي بتهاجم الإسلام. أنا قلت كتير وهقول وهعيد وزيد يا جماعة، والله وبالله وتالله لو أن اعتقدهم وإلههم بتاع النسوان أنا كنت في حالي، ولو تركوا الهجوم على الإسلام هبقى في حالي. أنا مالي علاقة لا بنصارى ولا غيره، أنا كلامي لأشخاص معينة بيهاجموا الإسلام. إن تركوا الهجوم على الإسلام وسب الإسلام تركتهم، إن شاء الله لو هيعبدوا كلب أنا ماليش فيه. واضح؟ واضح. في الختام فلذات كبد، لا خد بالك ما بقولتش ايه اكبادي، فلذات اكبادي من جوه. لا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم. الاخوة الكريم يا ريت تعملوا مشاركة للفيديو ده الان بعد ما يخلص، يعملوا مشاركة للفيديو في الفيسبوك. الناس اللي شايفين الفيديو على الفيسبوك يعملوا مشاركة للفيديو في الفيسبوك وفي مجموعات الفيسبوك، واللي يقدر يعمل مشاهدة جماعية يعمل بارك الله فيكم وفيا. ادي صفحتي على الفيسبوك بالعربي محمد المحاور، حفظه ومن الشر وقواه امين يا رب العالمين. ادي صفحتي على الايه على الفيسبوك، ادخل الصفحة في عندك كلمة مقاطع فيديو دي، اضغط عليها وشاهد في اكتر من 500 مناظرة وحوار ورد وما الى ذلك. اعمل اعجاب بالصفحة واعمل دعوة للاصدقاء للانضمام للصفحة، عارفها دي اهي، دعوة للاصدقاء للانضمام للصفحة. وقت الصفحة للمهتمين، الناس اللي شايفين الفيديو على اليوتيوب يا ريت الله يرضى عليكم اشترك في القناة، فعل الجرس ضروري عشان يوصلك كل جديد، لان للأسف الشديد البلاغ يلغي وصول الفيديو اليوتيوب. ادخل اكتر من 120 او 200 فيديو قناة، فيديو مناظرة وحوار، ادخل شاهد ما فيهم. لا تنسوا وقت القناة للمهتمين، والإخوة اللي عندهم اسمه ايه فيزت نت ويقدر يروج الفيديوهات او يقدر يروج ليا هنا في الصفحة، يقدر يروج للصفحة، يبقى جزا الله خير، لان انا ما عنديش الاستطاعة للترويج يعني مكفين الحمد لله، فلا اطلب من حد كتبرعات وانا ماليش في مجال التبرعات ده اصلا، انما الدعم هيبقى لتمويل فيديوهات الصفحة وتمويل فيديوهات القناة بس. فاللي عنده القدرة لكده في فيزت نت يا اما يروج للقناه، بيقدر يروج هو من نفسه ياخد اي فيديو يروج له، كذلك الصفحه اللي يقدر يروج خيرا. لا تنسونا من صالح دعائكم، غفر الله لنا ولكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.